خلينا نروح لسالة حامد ولقاء مع احمد صلاح. اتفضلي يا سالة. طبعا برحب بك مره ثانيه يا كابتن هيثم، ومستمرين معاك طبعا في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي. يمكن معي في هذه اللحظات طبعا العالمي كابتن احمد صلاح لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر. كابتن احمد طبعا برحب بك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا خليني ابارك لك النهارده فوزكم وتتويجكم بلقب بطوله الدوري. ربنا يخليك يا سيدي. طبعا انا بشكرك جدا، الحمد لله رب العالمين على المكسب النهارده. كان مكسب مهم جدا بالنسبه لنا، وزي ما انت عارفه طبعا النهارده كان نهايه الدوري، وكان خسرنا من 3-4 ايام من الجيش، لكن الحمد لله الفرقه زي ما انت عارفه ان الاهلي دايما بيجي في الوقت المطلوب. الحمد لله ربنا كرمنا، عرفنا النهارده الماتش، يعني النهارده بقى لنا اسبوع او بالظبط 5 ايام بنذاكر الزمالك على الماتش دوت، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحقق الفوز ب 3-0 الحمد لله. يعني كابتن، يمكن الموسم ده موسم صعب طبعا على كل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، ولكن الماسترز دايما معودنا على الاداء المتميز واداء القوي في كل المباريات، وزي ما انت قلت بيبقوا حاضرين في الاوقات الصعبه. اكيد طبعا بالنسبه لي انا يعني بقالي بالظبط اكتر من بقالي 28 بلعب فولي. اصعب موسم في حياتي هو ده الموسم، يعني بقالنا سنه كامله بنتمرن، كل شويه الدوري بيقف وبيرجع تاني، يقولوا لا اصل كورونا، اصل في فرقه عندها فرقه ما عندهاش. الموضوع كان صعب جدا بالنسبه لنا، حتى المدرب محتار مش عارف يعمل ايه، يعني يعمل فتره اعداد ازاي، كل شويه يغير البرنامج بتاعه. فالله كان فعلا، يعني كنت انا بتكلم مع كابتن ميدو انا وعبد الله بالاخص، يعني ان هو فعلا كل شويه مش عارف يعمل ايه، يعني كل شويه يقول لك انا هبدا احمل، طب النشاط يجي بعد اسبوع 10 ايام يقول لك الدوري هيبدا. طب هو الموضوع كان صعب جدا بالنسبه لنا، لكن هي هو ده النادي الاهلي، هو عودنا نلعب في اي ظروف. والحمد لله ربنا كرمنا النهارده، وده كان مهم جدا جدا بالنسبه لنا الدوري ده بالذات. لا لحاجات كتيره، يعني لحاجات كتير مش عايز اتكلم فيها، لكن الحمد لله يعني كسبنا الدوري، ولكن الموسم لسه ما انتهاش بالنسبه للماسترز، لسه في بطوله كاس مصر هتبتدي ان شاء الله بعد كام يوم، يوم يعني بالظبط 6 ولا 7 يا كابتن؟ يوم 7 ان شاء الله. 7 ان شاء الله، يعني لسه في بطوله كاس مصر، يعني ان شاء الله كلمني بقى عن التجهيزات طبعا والاستعدادات للبطوله دي يا كابتن. اكيد طبعا، احنا النهارده هنفرح، عندنا يومين اجازه، كابتن محمد مصلح مدينا يومين اجازه، خميس وجمعه، نفرح براحتنا مع عيلتنا ومع كل واحد مع عيلته ومع حبايبه وكل حاجه. يوم الجمعه يوم السبت ان شاء الله تمرين، خلاص الصفحه اتقفلت، ده النادي الاهلي متعودين عليه، يعني الدوري بالنسبه لنا الحمد لله ده سنه رابعه توالي. عندنا بطوله مهمه ثانيه، بطوله الكاس، من يوم السبت ان شاء الله هنبدا نستعد لها ونجهز باذن الله للكاس. مشكوره جدا يا كابتن، ومليون مبروك مره ثانيه، وعقبال الكاس ان شاء الله. شكرا يا سيدي، ربنا يخليك. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع العالمي طبعا المونديالي كابتن احمد صلاح، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سلام حامد، شكرا جزيلا، بشكرك على التغطيه المميزه انت وفاروق صلاح من الارض الملعب.